إسرائيل نفذت هجومها الانتقامي ضد إيران في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وذلك من خلال شل أهم القدرات الدفاعية الخاصة بطهران. بداية قصة هذا الهجوم كانت قد بدأت مما نشر يوم أمس من قبل القيادة المركزية الأمريكية بأن سربا إضافيا من طائرات F-16 قد وصل إلى منطقة الشرق الأوسط، وبذلك انتهى الانتشار واكتمل الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط بشكل عام، حيث أن منظومات الثاد وبطاريات الثاد أصبحت مفعلة في الداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى العديد من أسراب الطائرات المختلفة أصبحت أيضا موجودة في العديد من القواعد في الشرق الأوسط. ويو اس اس إبراهام لينكن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة مع العديد من السفن الحربية الأمريكية والبريطانية والغربية بشكل عام منتشرة وجاهزة لمواجهة أي رد فعل كبير قادم من قبل الجانب الإيراني، أو حتى إذا ما اندلعت الحرب الإقليمية بسبب ضربة هنا وهناك تستفز الجانب الإيراني وتؤدي إلى ما ممكن أن تؤدي إليه. وهنا بدأت إسرائيل بعمليتها التي أطلقت عليها تسمية أيام الحساب، وهذا فيه مؤشر خطير بأن الأمر قد لا يكون ليوم واحد وإنما لعدة أيام. وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في الساعات الأولى قبل بدء هذه العملية مع العديد من القادة من أجل الإشراف على هذه العملية. في مقر آخر أيضا عسكري ظهر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع قائد القوة الجوية الإسرائيلية، وهم مجتمعين ويشرفون ويقومون بقيادة هذه العملية بشكل مباشر. وكانت هذه اللحظات الأولى للطائرات الإسرائيلية وهي تتجه لإيران وتستعد للتحرك باتجاه إيران، وهذه طائرات F-15 كما تلاحظون محملة بالقنابل والصواريخ متجهة مباشرة لتنفيذ هذه العملية للمرة الأولى على الإطلاق على المستوى الرسمي. إسرائيل تعلن مثل هذه العملية ضد إيران، وواحدة من الصور ظهرت من خلالها طائرة أخرى ونوعية من الطائرات الأخرى ألا وهي طائرة F-16 أيضا كما هو واضح، بالتالي نوعين من هذه الطائرات. لكن ما هو مثير للانتباه أثناء كل هذه الاستعدادات والاجتماعات والتحضيرات، كانت هناك عدد من العمليات الغامضة التي جرت باتجاه إيران وباتجاه سوريا. واحدة منها على سبيل المثال في الساعة 9:30 من مساء يوم أمس كان هنالك حريقا اشتعل في إحدى المباني التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران، تحديدا في شرق طهران، وهي تأتي بعد سلسلة من الانفجارات الغامضة التي جاءت في طهران في خوزستان وغيرها، وكأنها عمل نوعا ما يشبه العمليات التي يقوم بها الموساد الإسرائيلي. وكذلك في نفس الوقت فجأة ظهرت انفجارات أيضا في سوريا وكأن هنالك عمل إسرائيلي مكثف على سوريا، وهذا يوضح تماما إذا ما أخذنا الصورة الكاملة بأن النار اشتعلت في طهران إلى شرق طهران، وكذلك أيضا أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بالتحليق ومجموعة من هذه الطائرات قامت بالهجوم على عدد من النقاط في سوريا إن كانت حمص دمشق أو حتى تدمر، وبالتالي تبدو الليلة ستنتهي بها هذه الطريقة. ولكن في الأساس إسرائيل تقوم بالتشتيت من أجل التوجه في حقيقة الأمر لتنفيذ عملية أكبر بكثير من هذه العمليات التي يقومون بها. وأصبحت هذه الطائرات الإسرائيلية طبعا فوق الأجواء العراقية بعدما انطلقت طبعا من إسرائيل عبر سوريا وصولا إلى العراق في نهاية المطاف، وتحدثت الأوساط الإسرائيلية بأننا كنا أمام أكثر من 100 طائرة هي التي دخلت إلى الأجواء العراقية، كلها طبعا طائرات إسرائيلية، ولكن هذه الطائرات ليست طائرات حربية فحسب، وإنما كانت هنالك العديد من الطائرات الأخرى منها طائرات تزويد الوقود أو طائرات الاستخبار الإلكتروني. والطائرات الإسرائيلية انقسمت إلى قسمين فوق الأجواء العراقية، قسم هو في الشمال وقسم في الجنوب. في الشمال من فوق محافظة السليمانية وكذلك أيضا محافظة صلاح الدين، أما القسم الثاني هو من فوق البصرة تقريبا والمحافظات الجنوبية الأخرى لتوجه إسرائيل ضرباتها على العمق الإيراني. ركزت إسرائيل في هذه العملية تحديدا التي استمرت لمدة 3 ساعات من الساعة 2 فجر هذا اليوم وحتى الساعة 5، ركزت بضرباتها على المواقع العسكرية فقط، وهي ضربت 20 نقطة موجودة في الداخل الإيراني. نتحدث هنا عن طهران، عيلام، وكذلك خوزستان، وكذلك شيراز، وعدد من النقاط الأخرى. وكانت الضربات عبارة عن 3 موجات، الموجة الأولى ركزت في ضرباتها على المنظومات الدفاعية الخاصة بالجانب الإيراني أو حتى المنظومات الرادارية، أما الضربات الأخرى
في الموجة الثانية والموجة الثالثة ضربت القواعد والمنشآت الصاروخية وحتى القواعد الخاصة بالطائرات المسيرة أو حتى في منشآت ومنشآت إنتاج الأسلحة أيضا كانت قد ضربت واستهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. والمثير بهذه المسألة أن كانت هنالك العديد من اللقطات المصورة رغم أنها مواقع عسكرية بعيدة من الصعب على المدنيين تصويرها، ولكن كانت هنالك لقطات تظهر المنظومات الدفاعية الإيرانية وهي تحاول التصدي في طهران لهذه الصواريخ الإسرائيلية القادمة من فوق الأجواء العراقية. لم تخترق الطائرات الإسرائيلية الأجواء الإيرانية، وكذلك كانت هنالك عدد من اللقطات لاشتعال النيران في عدد من المواقع، وهذه صورة أخرى كما نلاحظ عدد من الصور لطبيعة النقاط المحددة التي استهدفها الجانب الإسرائيلي. ونلاحظ هنا بأن واحدة من النقاط كانت قد ذكرت وذكرت منطقة إسلام شهر بأنها واحدة من المناطق التي كانت هدفا للجانب الإسرائيلي. نلاحظ بأننا هنا أمام عمود كما هو واضح إلى اليمين، تلاحظ بأننا أمام سكة وكذلك جسر لهذه السكة، سكة القطار، مساحة مفتوحة ومساحة مفتوحة، وهذه النقطة كانت قد استهدفت كما نلاحظ. إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لنتأكد من هذا الموقع سنجد بأن هذا الموقع يقع إلى جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران باتجاه إسلام شهر تحديدا هذا الموقع. لاحظ هذا ونفس العمود الذي رأيناه قبل قليل، وكذلك سترى أيضا سكة القطار التي كانت واضحة قبل قليل بهذه الصورة الموضحة. إذا هذه هي السكة وهذا هو الجسر، مساحة مفتوحة، مساحة أخرى مفتوحة، والعمود كما لاحظناه قبل قليل هنا. بالتالي واضح جدا أن هذه هي النقطة التي كانت هدفا بالنسبة لإسرائيل وإحدى النقاط العشرين التي استهدفتها. وكانت هنالك صورة من وكالة ناسا أوضحت تماما بأن فعلا هذه هي النقطة التي كانت قد استهدفت. لاحظ الصورة توضح فعلا بأن كانت هنالك نيران قد اشتعلت في هذه النقطة العسكرية، مما يؤكد بأننا أمام أول هدف بالنسبة للجانب الإسرائيلي قد تأكد من خلال كل هذه المعلومات. ونلاحظ إذا ما دققنا بطبيعة هذه المنظومات الموجودة، هنالك طبعا منظومة رادارية وكانت هي هدفا لإسرائيل، لكن ثلاث منظومات دفاعية موجودة هي تحمي جنوب غرب إيران، ونتحدث هنا عن منظومة واضحة للغاية ألا وهي MIM-23B هوك، هي التي كانت هدفا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وكذلك أيضا صورة أخرى وضحت مرقد الخميني كما نلاحظ من خلال المنارة طبعا وشكل المنارات، نلاحظ أن هذا هو الشكل، هذه هي القبة، والانفجار واشتعال النار كان في هذه المنطقة. ونلاحظ إذا ما ابتعدنا قليلا إذا ما كان اشتعال هذه النار يأتي إلى جنوب شرق المرقد أو شمال شرق المرقد، تصبح واضحا بأن الاشتعال نوعا ما أقرب من اتجاه التصوير مقارنة بهذا المرقد. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعية الآن فإن شكل المنارات من الصعب تحديده، لذلك لأنه من الممكن أن يكون من أي زاوية مختلفة، ولكن هذا هو مرقد الخميني، ليس بالبعيد أبدا من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها النقطة العسكرية المهمة. وتلاحظ طبعا شكل المنارات كان بهذا الشكل من طبيعة التصوير، وهذه هي طبعا القبة، وهذا يعني بأن من المفترض أن تكون النقطة إلى جنوب شرق هذا المرقد. وما هو مثير للانتباه بأن ما هو جنوب شرق هذا المرقد هي هذه النقطة الدفاعية المهمة للغاية، وهي نقطة تواجد منظومات S-300 الروسية الخاصة بالقوات أو القوة الدفاعية الإيرانية. لاحظ بأننا أمام أربع بطاريات موجودة، كذلك أن هنالك منظومات بافار 373 موجودة في هذه النقطة الحساسة التي تأتي أيضا إلى شرق مطار الإمام الخميني أيضا، وتعتبر نقطة مهمة بالنسبة للعاصمة الإيرانية طهران. لا بل أن نيويورك تايمز أكدت فعلا بأن نقطة منظومات S-300 الموجودة باتجاه مطار الإمام الخميني هي كانت قد استهدفت، هي هو يتحدث عن هذه المنطقة تحديدا. وكذلك تم إعلان مقتل عنصرين من القوة الجوية في الجيش الإيراني وليس الحرس الثوري الإيراني ممن هم يقومون بإدارة بطاريات S-300 كان قد قتلا. كذلك تم الإعلان عن مقتل عنصرين آخرين. هنالك أنباء عاجلة قبل أن نبدأ هذه الحلقة تحدثت بأن هنالك أحد العناصر الذين يديرون إحدى المنظومات الرادارية أيضا قد قتل، بالتالي عدد القتلى ممن يديرون هذه المنظومات فعلا بدأ يتصاعد، لكنهم ليسوا هدفا رئيسيا بقدر ما هي ضرب هذه النقاط العسكرية تحديدا. بالتالي نحن نتحدث هنا عن نقاط
هي موجودة إلى جنوب طهران تقريبا وجنوب غرب طهران. كذلك تم ذكر شمس آباد تحديدا بأن هنالك نقاط قد استهدفت وهنالك عدد من النقاط الرادارية والدفاعية مثل هذه النقطة أو حتى إلى جنوب مطار الإمام الخميني مثل هذه النقطة تحديدا أيضا هنالك منظومات دفاعية، والأهم من ذلك هي منظومة الرادارية كما نلاحظ هنا. بالتالي نحن أمام معادلة واضحة مما فعلته إسرائيل بالنسبة لطهران بشكل خاص. نحن تحدثنا عن هذه المنظومات المنتشرة في هذه النقطة وهذه النقطة وكذلك في هذه المنطقة المحتملة محتمل أنها قد استهدفت، وكذلك المنظومات أيضا الرادارية المنتشرة بصحبة هذه البطاريات. إسرائيل بتدميرها لهذه النقاط تحديدا هي فتحت الباب لها، جعل جنوب غرب طهران غير محمي نهائيا، وإسرائيل هنا في حالة اتخذت القرار للتحليق والدخول مباشرة بطائراتها إلى طهران فإن هذا هو الخط المستقيم والمستمر باتجاه طهران دون أي مشاكل ودون أي اعتراض ودون أن تعلم أساسا إيران أن هنالك طائرات قادمة ولن تكون قادرة من فعل أي شيء لطائرات F-15 والF-16. بمعنى آخر بأن إسرائيل لن تستخدم فقط طائرات F-35 بل هي قادرة على الدخول إلى عمق طهران الآن بعد هذه الضربة تحديدا. ما هو مثير بهذه المسألة أن هذه المنظومات الدفاعية تحديدا هي أيضا توفر الحماية للمفاعلات النووية الإيرانية مهمة، وهذا المفاعل واحد من أهم المفاعلات هو مفاعل فوردو الذي طبعا يأتي إلى جنوب هذه الدفاعات بأكملها على مسافة 80 كيلومترا. ولاحظ هذا هو مفاعل فوردو الذي أضيفت فيه العديد من أجهزة الطرد المركزية تخصيب اليورانيوم عالي للغاية. كذلك هذه النقطة توفر حماية أيضا لشمال مفاعل ناتانز المهم للغاية كما تلاحظون المحمي من الجنوب أساسا من أصفهان. بمعنى آخر هنا بأن الجانب الإسرائيلي وما حققه من هذه العملية كما هو واضح من هذه الأوليات طبعا هو أنهم قاموا باستهداف كل هذه المنظومات الدفاعية شمال المفاعلات غرب المفاعلات وكذلك إلى جنوب غرب المفاعلات وحتى باتجاه شيراز كما تحدثت العديد من المصادر. لكن الأكيد أن في خوزستان هنالك على الأقل أكثر من 3 منظومات رادارية قد دمرت بالكامل من قبل الجانب الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل عندما تدمر كل هذه المنظومات بهذه الطريقة هي طبعا ما قامت به هي أنها ألغت أي قدرة للدفاع عن المفاعلات النووية أو حتى المنشآت الأسلحة الموجودة الخاصة بالجانب الإيراني. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل هنا تستطيع أن اتخذت القرار طبعا بتنفيذ ضربة جديدة، فإنها تقول لإيران ببساطة يا إيران عليك ألا تفكري أبدا بتنفيذ أي ضربة انتقامية ردا على هذا الهجوم، لأنك إن نفذت هذا الهجوم فأصبحت بلا دفاعات جوية وبلا رادارات وبالتالي قادرين على تدمير المفاعلات وتحقيق ضربات خطيرة، حيث أن إسرائيل من خلال هذه المعادلة قادرة الآن على مهاجمة جنوب مفاعل ناتانز، أن يأتي من غرب مفاعل ناتانز من شماله أو حتى مفاعل فوردو أو حتى أن تقتحم أو أن تدخل من النقطة التي تحدثنا عنها من جنوب غرب طهران هذه الطائرات لتستهدف قد تكون شخصيات قيادية مهمة ومسؤولة في إيران إذا ما اتخذت إيران القرار للهجوم في نهاية المطاف. وبالتالي عسكريا واضح جدا أن إسرائيل هنا تبحث عن تجريد إيران من أي قدرة دفاعية كردع واضح من قبل الجانب الإسرائيلي. ولكن المشكلة أن لا زالت الأقمار الصناعية غير محدثة حتى هذه اللحظة بسبب أن الأمر تم صباح هذا اليوم. لا زالت إيران طبعا وصور الأقمار الصناعية ملبدة بالغيوم كما نلاحظ، بالتالي ليست كل النقاط واضحة من طبيعة ما استهدف. الساعات القادمة والأيام القليلة القادمة ستوضح لنا الكثير من النقاط التي ضربت في داخل إيران في نهاية المطاف. لكن بعض التقارير تحدثت أن شرق إيران أيضا كان هدفا، وتمت الإشارة إلى بورجين الإيراني، وتلاحظ بأن واحدة من النقاط تمت إشارة لها هي هذه المخازن والمنشآت للأسلحة وتحديدا هذه المنشآت هنا وهذه المنشآت والمخازن تحديدا. وكذلك أيضا قاعدة خوجير أيضا كانت قد استهدفت، واتضح بأن عددا من المستودعات قد ضربت حتى هذه اللحظة. ما تتحدث عنه التقارير والأنباء بشكل أكيد بأننا أمام مستودعين ونقطتين هي التي كانت قد ضربت من هذه المستودعات للأسلحة. بشكل عام الصواريخ كلها أطلقت من فوق الأجواء العراقية، وطبعا معززات هذه الصواريخ ظهرت بهذا الشكل
فوق محافظة صلاح الدين بالقرب من سامراء. بهذا الشكل كما نلاحظ هذه كلها معززات الصواريخ كما نلاحظ، وبشكل مثير للانتباه أن هذه الصواريخ التي ظهرت بهذا الشكل اليوم هي تتطابق في الشكل والتصميم مع الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل في شهر أبريل ردا على الهجوم الإيراني الأول الوعد الصادق واحد والذي تم طبعا في شهر أبريل أيضا. هذا هو الصاروخ من شهر أبريل، لاحظ بأنه نفس الصاروخ تماما الذي نلاحظه هنا، وتم تأكيد أساسا، وهذه صورة أخرى من المقاطع المصورة اليوم طبعا بالقرب من سامراء كما نلاحظ لهذا الصاروخ. الصورة كما نلاحظ لهذا الصاروخ وطبيعة التصميم تتطابق مع صاروخ من صورة قد ظهرت في شهر أبريل أيضا كما نلاحظ من معززات الصواريخ الإسرائيلية. وتم تأكيد كما تحدثنا قبل قليل تأكيد أن هذه الصواريخ هي صواريخ بلو سبارو في شهر أبريل كما تم الحديث، وهذه هي صواريخ بلو سبارو، هي صواريخ باليستية طبعا، صواريخ جو أرض يصل مداها إلى 1500 و 2000 أو حتى 3000 كيلو متر بحسب النوع الذي نتحدث عنه. هنالك ثلاثة أنواع: بلاك سبارو، بلو سبارو، وكذلك سيلفر سبارو. ما عرف منها هو البلو سبارو، وهذه كلها الصواريخ مصنعة من قبل شركة رافائيل أدفانسد ديفنس سيستمز الإسرائيلية طبعا، وسبق وأن رأينا الوثائق المسربة من قبل الاستخبارات الأمريكية كما لاحظنا في الفترة الأخيرة، وتسببت بضجة كبيرة بأن إسرائيل تتدرب على نوعية من الصواريخ التي أطلقوا عليها جولدن هورايزن. وهذه الجولدن هورايزن بحسب جلوبال سيكوريتي أشارة هي نفس سلسلة صواريخ سبارو كما نلاحظ هنا، في إشارة إلى أنها في حقيقة الأمر من صواريخ سبارو. واحدة من هذه النوعيات هي التي استخدمت، الأقرب هو بلو سبارو، ونوعيات من الصواريخ الأخرى التي استخدمت وهي تحمل بطائرات الـ F-15 كما شاهدنا قبل قليل في البداية. وهذه الصواريخ قادرة من فوق الأجواء العراقية على قطع مسافة كبيرة. النقاط التي ضربت تأتي على مسافة ما يقارب 675 كيلومترا إذا ما تحدثنا عن طهران تحديدا وضواحي طهران. بالتالي عندما نتحدث عن 2000 كيلومتر مثل ما هو الحال مع بلو سبارو فإن الأمر مختلف طبعا، وهي قادرة إسرائيل على ضرب لمسافات أبعد من دون أي مشاكل. إيران بطبيعتها تحدثت المصادر الخاصة بها مثل وكالة تسنيم أو حتى وكالة إيرنا بأنها سترد وأن لديها الحق في الرد بعد هذه الضربة، خاصة أن هنالك قتلى من هذه الضربات ودمار للمنظومات وغيرها، ولكن ليس واضحا على المستوى العسكري كيف لإيران أن ترد على هذه الضربة الإسرائيلية بعد شل هذه القدرات الدفاعية وجعل الكثير من الأهداف في داخل إيران سهلة الاصطياد ليس فقط لإسرائيل وإنما أيضا لأطراف أخرى قد تشارك إسرائيل في المستقبل إن تصاعدت الأمور مثل الولايات المتحدة الأمريكية.